أنا جاهز ورايح للمجهول، أنا رايح وكل شي معقول، مؤمن ما فيش شي محال. أنا جاهز على كل حال، الماضي يبقى ماضي، تعيش في طيات الذكرى، رايح ومكاني الفاضي يملي إيماني بالفكرة. رحلة ذهاب ما فيش رجوع، كفاية حياة تعاسة وخضوع، وليش لا ودا احتمال. أنا جاهز على كل حال، قلبي يتألم تعبان، فين الخلل؟ رايح أشوف شكل الأمل، رايح لبكرة وانسى اللي كان. قلبي يتألم تعبان، فين الخلل؟ رايح أشوف شكل الأمل، رايح لبكرة وانسى اللي كان. رحلة الذهاب ما فيش رجوع، كفاية حياة تعاس وخضوع، وليش لا ودا احتمال. أنا جاهز على كل حال، It's only one way, one way. It's only one way, one way. It's only one way, one way. I It's only one way for life. السيدة والسادة، على متن رحلتنا هذا المسلسل لكل اليمنيين خارج أرض الوطن الذين لم يجدوا ضوءا لقصصهم، نحن هنا ضوء لهم. Ladies and gentlemen on our flight, this series for all Yemenis abroad who could not shed light on their stories, we are here their light. Thank you. اثنين تسعة واحد ايه واثنين ايه، اول مرة اكشن. بدي على الكياع فا ايش حصل؟ يعوسني فين دفوس حقك يا استاذ؟ فين طارق؟ يا طارق كتير وليل. طارق طارق فين؟ سهلا خش بص القرعة عشان تقول لي المشهد ده. بس يا شيخ بس الله فرح كان. بس يا شيخ كملت انا تفافيل. طيارة بعد ما سافرت للقاهرة لتصوير مسلسل وحصلت الأحداث واضطريت إني أجلس هناك فترة. إيش؟ مالك بسم الله مالك؟ عشان أعرف رأسي من رجلي هو مش طباز بس رأسي هو مش فضول بس عشان أعرف رأسي. يلا يلا. هيا 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 يلا. يعني عدتي ولا ما عدتي؟ لا عقدتي يعني كتبت الكتاب. تجربة بالنسبة لي
انها اننا تكون الفكره في عام 2015 واكملها في عام 2020. انا في الخمس سنين دي اصلا مريت بتجارب على الصعيد المهني اشبعتني، يعني اشبعتني ذهنيا واشبعتني نفسيا. يعني لو انا كنت كتبتها في 2015 ما كنتش اعتقد اني بكتبها بالتقنيه دي او بالمهاره دي او بالاسس اللي انا اشتغلت عليها. استاذ خالد مروله كان هو شراره الانطلاقه الاولى. ذهبت الى الاخت سالي حماده وكان لدي فكره مسلسل اخر غير وين وين. تركت الفكره التي ذهبت من اجلها لاقول ان تكون تمثل معنا، وعلى طول اتفقت معها مباشره، وكان عندي حماس كبير ان تكتب الفكره وتعطيني خمس حلقات. تحمسه للامر وتحمسه للفكره هو اللي خلاني ابدا بالخطوه الثانيه واخذ الموضوع بجديه. فاستاذ خالد هو اللي دفعني انه يصبح الموضوع من فكره بسيطه مدتها 10 دقائق الى حلقه متكامله نصف ساعه تلفزيونيه مليئه بالاحداث. فعندما قرات الملخص والخمس الحلقات يعني كانت فرحتي كبيره جدا لا توصف. كان العمل رائع 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 جدا، شدني من أول حلقة. قرأت العمل، عرضته على مجموعة من المهنيين والناس المفكرين والناس الذي أعتمد عليهم في اختيار نصوصي دائما، دون أن أذكر لهم أن هذا تأليف سالي حمادة. فطاروا بالفكرة وقالوا لي امسك بالمؤلف هذا، تمام العمل كويس، الفكرة ممتازة جدا. وعلى الفور رجعت للأستاذة سالي حمادة وقلت لها على بركة الله، ووقعنا عقد وانطلقنا. سامي ينصر دينار، ندى تنصر بالزهر، سارة تنصر لهم بالقدم. وهكذا لما تضعف الشبكة ما يبقاش إلا آخر خط. يو آر كريزي؟ أنت اتجننتي ولا إيه؟ يو آر كريزي، أنت اتجننتي ولا إيه وتلفي؟ لما جالي الورق في الأول قعدت أقرأ الورق كويس جدا، اتبسطت واستمتعت جدا إن أنا بشتغل مع كاتبة. أنا كنت دايما أقول يعني دي فعلا معجونة كده بمية فن. وانت بقى شيل الشلة. أنا أجيب لك هدية عظيمة جدا يا أستاذ خالد لو خلصت النهارده. بس هي دي انت هتديها للاستاذ عبد الهادي الاستاذ مدير التصوير وكل الحلول اللي ورا الكاميرا اللي هم اهم مني. الناس دي اعظم مني. هديتي فوق هديتك ان شاء الله. بالنسبه لسالي كان مجهود عظيم جدا في مساله التاليف. سالي لم تكتب قصص خيال، سالي نزلت وسمعت من الناس والتقيت انا وياها مع عده ناس ليحكوا لنا قصص من الواقع. والذي لا يعرف المشاهد ان اغلب القصص التي تم كتابتها في المسلسل بنسبه 90% هي واقعيه. الصور الجماليه المتنوعه في المسلسل كثيره، ويعني انا اسمي هذا العمل وان واي زي الفسيفسه الفنيه التي تشكلت بكثير من والعديد من الالوان. ففعلا يستحق ان يكون لوحه فنيه رائعه. الاحداث الحقيقيه اللي في المسلسل او الكتابه بشكل عام، فانا عرفت من سالي قبل ما نبدا العمل انه كل القصص اللي كتبتها هي فعلا لامستها واشخاص جلست معاهم وقالوا له يعني القصص اللي صارت معاهم، فمن ضوء هذه القصص كتبت السيناريو، ف يعني واقعيه 100%. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. دحين خالتك فين طرحته؟ عادي في المستشفى. أيوة. دحين خالتك فين بالمستشفى؟ ايوه بالثلاجه. ابني لو تعطلت عليك الامور ولا ما قدرتش تحاسب حق الثلاجه تعال. جماعه هنا خبره وما شاء الله حقهم الامور هذه.
يلا خلاص خلاص. الحين انت خالتي خالتي خالتك استغفر الله العظيم. يلا يلا يا جماعة مش هتضحكوا ستو مش فاهمين. يلا استنى لولا يا جماعة. يلا يا ماما الحين انت خالتك فين طارح لك؟ مش قادرين. بإذن الله العمل لطيف مكتوب بطريقة جديدة، ناقشنا في قضايا متعددة بدون أفورة بدون فيك، لا ناقشنا قضايا فعلا حصلت لكل إنسان، وهذا بيحسب المواطن اللي عاش في الغربة اللي تغرى في الفترة من 2015 إلى الأيام هذه، بيحس بمعنى كل معاناة كل حد، بيكون المشاهد فعلا يشوفك يقول الله عليك، هذا فعلا اللي حصل معي. احنا نتكلم على ناس كانوا موجودين هنا في فترة 2015، حصلت معهم أحداث كثيرة من ضمنها يعني احنا أخذين نماذج بسيطة منها، في من كان عالق، في من كان منتظر زي حسن، في من كان يدرس ومش كفاية الظروف اللي ماشية في البلد، لا يعني تلطم كثير. دي بندنج ده رجعت انت تذاكر ولا انا اقرا؟ استنى قول له ثاني مره والله حلو قوي. استنى استنى ماشي ابو عشاء. اعتمد على قصص واقعية حصلت بالفعل، يعني الكوميديا المستمدة من معاناة الناس، وربما سيكون مميز لهذا السبب، يعني أن المؤلفة استمدت هذه القصص وصاغتها في قالب كوميدي اجتماعي، فأعتقد أنه سيكون مميز لهذا السبب من حبها للعمل باعتبار أنها هي التي كتبت. فالكاتب أو المبدع دائما ينظر إلى العمل الأدبي أو العمل الفني أو النص الأدبي أو القصيدة كأنه واحد من أولاده، وبالتالي يخاف عليه. ربما اهتمامها أو متابعتها لكل التفاصيل منطلق من هذا المبدأ. على الحين انت بتدخل بقى من اللي بتزوج؟ من اللي بتزوج؟ سميرة. كان في هملك. من اللي بتزوج؟ سميرة بتتزوج لما بيجي زوجي بيجي خالد بعد يومين ونعقدهم. يا خطابة. عريسة على طول هذي. أنا أجيت عريسي معي. أنا أجيت عريسي معي. ماشي غاز. بدخل أرض. يلا انا داخل اقول واجلس قدام ده، لو اجلس قدام ده العري اجلس قدام ده العري بتجيلي قلطه. يلا تصبحوا على خير. حاجاتك وسامانك وشقاديفك عندكم يا استاذه وهبيه. خليك معانا استاذه وهبيه، ما خليك تجي معانا. نمدى ايش في؟ سمعت اي ايش قلت؟ قولي هنا ليش ايش في؟ ليش ايش في؟ ولا في حاجه، غازي محتاج يعمل فتره نقاهه عن حسن. شفت انه الموضوع خاص بالسفر والذهاب والإياب والبقاء، وكل واحد بيجي على مصر يجي بفكرة، يجي بقصة، يجي بهدف، وفي ناس بتسافر من مصر بفكرة وبهدف. الموضوع كان فيه رحلات، فيه سفر، فيعني ما كانش فيه أجمل مني أقول one way. كنت حابة أسميه one way trip، بس شفت إنه الاسم بيكون ثقيل، فكنت دائما لما اكتب كنت اعمل وان شكل طياره وي، فكان رمزيه الطياره هي كانت كفيله بانها تاخذ محل كلمه تريب اللي هي رحله ذهب، فخلينا وان وي رحله ذهب. ادم طيب لحظه يا ايش هذا؟ ملفي يا استاذ، هذه أوراق حق الشهادة. فين جوازاتكم؟ مع الإكسسوارات. سميرة مبروك. زي بنتي. الشخصيات التي بنيت في المسلسل من قبل المؤلفة سالي حمادة كان لها دراسة سيكولوجية معينة، وحالة شكلت حالة من الألفة والأسرة والتنوع الغني جدا بالنسبة للنص،
هنالك شخصيات ثانويه كثيره جدا ايضا اثرت العمل. في بعض اعتقد انه انا بكتب عشان في شخصيه معينه بتشتغل، لا انا سكنت يعني انا واستاذ خالد اشتغلنا على موضوع التسكين بحسب الدور مش العكس، مش الدور ابتنى على حسب الممثل، الممثل اجى يلبس شخصيه جاهزه. الشخصيات لم يتم حشر اي شخصيه، بل كانت كل شخصيه في مكانها وتناقش قضيه معينه و كانت رائعة جداً. بروح أشوف إذا ربي بيوفقني إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي ربنا يوفقك. بدون زي ما إحنا زي ما إحنا بسم الله وبتستر عليك. بس ضحكنا يلا. بقى يلا برفع يدك. يعني مش معناته إن أنا بنت أقوم أنظف وأكحس وأصب. ما تضحكوني. سلام. يلا يا جماعة بقى. لا بحكي له هنا يلا 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 حبيبي مش معناته انني بنت يعني اقوم انا اللي صفي يا ربي يلا يا جماعه لا هنا لا فقط ملعقتك دخلها وسط الرز وضاعها يلا شوف يا ابني هيا يلا استنى بس يلا يعني مش معناته انني بنت استنى من غير ما تبصي له يعني انت عندك حق يا استاذ انا اسفه والله بجد سامحوني يا جماعه حلوه قوي بصي سامحوني شفتي بسم الله يلا خلاص يا جماعه جد اكشن يعني مش معناته انني يا بنت انا اللي صفي يا اولاد الذين قادرين والله المسلسل كان فيه مجموعه ممثلين اقوياء جدا استمتعت معاهم كلهم أستاذة ذكرى كانت الطاقة الإيجابية لينا في اللوكيشن وكانت من الناس اللي فعلا باور طول الوقت المسلسل اتحط point of view من وهبية كانت هي شخصية وهبية هي شخصية الهرم ومش لأنها بس الرئيسية أو لأنها هي اللي تقود الخيوط لا أنا حبيت أشوف القصص من وجهة نظر نقية من وجهة نظر حنونة من وجهة نظر صافية ما لازم نشوف وجهة النظر دي جاية من الشخص اللي بيشوف هذه القصص وهبية شخصية امرأة يمنية تميزت بالعديد من الصفات الرقة، القوة، الأمومة، الحنية، أحياناً الغضب بس رغم كل هذه الخلاصة أنها امرأة تتعايش مع كل الظروف المحيطة حولها وتتألم مع تألم الجميع وتضحك مع ضحك الجميع فشخصية محورية وكانت في من هذه الشخصية جزء من شخصية الذكرى الطبيعية العادية هنا فترة الحرب أصبحت لا تطاق لا تطاق يا شيخ جاهز هندسة؟ لكن آخر أيام مع الحرب أصبحت لا تطاق شكرا يلا إيش أخبار عيالك؟ 12 14 1 2 اول مره يعني عادي اني غلطان يعني عادي واني غلطانه ايوه غلطانه وانتي غلطانه ايوه اشهد يعني عادي الصور من التليفون يا بنت ليش عادي بتكسري التليفون فوق راسك ما بتسعش التليفون ما بتسعش كاميراتي ما بتسعش التليفون ما بتسعش بس راس البنت اكتسر عادي استاهل مهما كان الواحد يستعجل برضه مهما كان الواحد لازم يستعجل واللي ما يربونه شهره يربونه الناس بس استعجلتيني قدام الناس وهبية أناقتها ودلعها كنت أقصد فيه الرحمة لأنه الرحمة ككلمة بتتقال برضه تسمعي من خلالها الرقة تسمعي من خلالها أنه في حب في حنان في في ألفة فكانت عشان كده هي الدلع والرقة مش عشان ان احنا بنتكلم بس على كاركترات
هي كان دي هدفها. شخصيه وهبيه اتكلم عليها اللي هي باربي قوي، شخصيه بتقعد يعني بتبص على الناس اللي كل حاجه حلوه وكل حاجه جميله، مفيش حد بيكذب، مفيش حد ممكن يحور، مفيش الكلام ده، لا الشخصيه سوفت قوي يعني. دي شخصيه وهبيه، فلما تيجي تكلمي عن شخصيه وهبيه هتلاقيها بالشكل ده، اللي هو شكل ايه، الالوان الباربي اكتريتها البينكات والروزات والباستاج والحاجات دي كلها، هي الوانها كده. حتى لما تيجي تلبس نظاره، بتيجي تلبس نظاره ما بتشوفش فيها غير اللي في دماغها اللي هي عايزه تشوفه، مش الواقع. وكانت انطلاق هذه الشخصيه وهبيه في 2007، ولكن في هذا المسلسل ون واي توسع حجم الشخصيه وكبرت الشخصية بشكل عميق جدا وشكل إنساني أكبر، بحيث أنه في المسرحية كانت الشخصية هي مجرد محور عائلي، ولكن في المسلسل ون واي خرجت شخصية وهبية على محيطها، فكان المجتمع كله تقريبا اليمني في حياتها. أنت إيش دخلك؟ رايح راح بدي الخمير. مساك روح جم بسرعه انفعني البقاله، هذا رفعه من عدنان. انت فر عدنان غازي. وجدت نفسي في شخصيه سامي كثير، بالذات في فتره المراهقه. سامي انسان عفوي وانا انسان عفوي، فكثير ما نلتقي انا وسامي في نفس الخط. بعمل مشلتت. انت بتاكلوا مشلتت؟ عمل لكم مشلتت. شغل فرن بعد الظهر؟ ممثل في النهار مساء خفيز، ممثل في النهار مساء خبز. بالنسبة لسامي وفرد عضلاته، فهو كان إنسان حكيم، ويعني قبل ما يسوي أي حاجة يفكر كثير قبل ما يعمل ردة الفعل القوية أو العنيفة. في مواقف كثير كان يصبر عليها صبر طويل جدا، إلا لما تصير يعني مواقف شديدة ما فيش أي أحد ممكن أنه يتقبلها أساساً، فكان تخرج عضلاته في هذاك الوقت. أما بالنسبة لاحترام أمه، فطبعاً كان أمه بالنسبة له هي يعني المرجعية في البداية أساساً، ف يعني محترم أمه، وهذا أغلب على فكرة يعني أغلب أخلاقيات أبناء عدن وأبناء اليمن بشكل عام. ده حلو، ده شخصية حسن تناقشنا من خلالها قضايا زواج سيتيزن، الظاهرة اللي حصلت في محافظة إب، ولكن تناولناها أيضا بطريقة كوميدية. في فترة من الفترات كنت عايش الشخصية هذه، بس الشخصية مميزة بحاجة إنه صعب انك تفهمها بسهوله، يعني انا وانا عايشها كنت ساعات ما افهمش نفسي، بس في الاول والاخير في قلب ابيض يعني في طيبه. صح انه في فتره انقر مع غازي، في فتره يعني مشي بسكه غازي فعلا، بس في الاول والاخير قلبه ابيض وصادق يعني، وربي يعبو وضو بالاخير يعني. انا عمري ما ضررت حد محتاج ولا ضررت اي حد في البيت، لكن الكائن اللي بره ده مستحيل ده يبقى زي السرطان. ستيل ما لما قلب عقل عند السبكي. عقل عند السبكي. انا عمري ما رضيت حد محتاج ولا طردت احد من بيتي، لكن الكائن اللي بره ده مستحيل يبقى زي السرطان. شكرا لك يا بوتك. العادي يلا ستيل، يلا ستيل اعتبر امك. عزيز عزيز شخصية طلبة كثير على مستوى العالم بالنسبة لليمنيين، بالنسبة للمتغربين. عزيز ها عزيز حسيته في 2012 و13 و14 و15 و16. عزيز معاناة طلبة كثير. عزيز الله يكون بعون المشاهد. استروجين، برلاكتين، ستيرون، سيروتونين، كورتيزول، غروث هرمون ها ابو واحد غروث هرمون
عبو واحد جروث هرمون اللي ندي لي ريال وباك نسيتكو. طبعا عزيز من عزة النفس، برغم الوضع اللي هو فيه إلا إنه عزيز نفس ما تجاوزش الحدود اللي تخلي الإنسان ما يبررش مواقف اللي بتحصل، لكن عزيز لا، شخصية عانت وبيحس بها الجمهور. شخصية غازي بعد ما تحولت من المسرح إلى دراما من يد عمرو جمال إلى يد سالي، أعتقد أنه سالي كتبتها بعناية كبيرة جدا والتزمت بكل التفاصيل الشخصية، بداية من الشر الكامن فيه بكل تفاصيله واللي مهيمن عليه، وحتى لو كان رجل طريف ولا ظريف أو بيقول أشياء كوميدية ولكنه يبقى شر يعني متكامل. أقر بطل تفرق عليها كده، ما نوع كل ما تتلفتي لي كده أحس الهامة حق التفس. العم أمين شخصية من الشخصيات اليمنية التي عركتها الحياة، يحمل في داخله طيبة الإنسان اليمني، كرم الإنسان اليمني، النخوة، حب مساعدة الآخرين، حكم تنقله يحمل صفات باعتباره من اليمن، ثم عندما انتقل إلى مصر اكتسب أيضا خبرات واكتسب معارف جديدة فتغيرت حتى في سلوكياته وفي نظرته للحياة. دحين هناك كلهم كانوا في المكتبة اليمنية. هسا قلعوا عيني شتلوه. سكتة؟ أنت سكت خالص؟ أقول لهم الحقيقة أمين كان له فلسفة معينة في الحياة، ألا وهي أن يعطي فرصة لابنته ويعطيها الثقة، ولكنها أيضا ثقة فيها متابعة واهتمام، يعني لديه قناعة بأن البنت يجب أن تعطى كامل الحرية في اختياراتها في البحث عن العمل، لكنها أيضا كانت حرية منتظمة يعني تقريبا أو مراقبة. العم أمين يبدو من في ظاهره أنه شخصية قوية وجافة، لكنه من خلال ذكرى زوجته اتضح أنه يحمل مشاعر إنسانية رقيقة، ولذلك كان يحمل لها ذكرى طيبة لزوجته التي ماتت بسبب مرض السرطان. وأنا أرد عليها إيش؟ بين أحكيش صدق. أنا بين أحكيش بصدق. ولا هو بيقدر يفهمك. اللطيف في شخصية سميرة هي الكوميديا العفوية اللي ناتجة عن عفوية بنات منطقتها رأساً، فكان نص جميل وسلس في جملها وفي حديثها وفي حوارها، خصوصاً مع العائلة الجميلة اللي كانت محتوياها في بلد الغربة. شو يا سمير؟ سميرة تعتبر حالة خاصة بالنسبة للشخصيات، إني كانت واخدة ركن يعني بسيط مش بعيد تماما، لكن كانت دائما تخرج عن صياغ العائلة لأنه معها أهداف أخرى، بس كانت مشاركة لهم في معظم يعني مواقف حياتهم. لما كان بيقف قدامي أي حاجة في اللهجة كنت بسأل طبعا المؤلفة الكاتبة سالي حمادة، وهي بصراحة دايما ما كانتش بتبخل عليا بأي معلومة. ستيت يلا قولي لها سارة اسكريني الديليشن اجار ستيت ان اكشن المخرج تتحرك ستيت ان اكشن. يعني بيحصل دايما مفارقات كوميديه ما بيننا، ان دايما حتى طريقه نطقي للهجه خلاص انا حسيت على اخر المسلسل ان انا فهمت كل اللهجه اليمنيه وبقيت مستمتع بيها جدا. كنت حابه اني اخذ من هذا المسلسل ارشيف لخمس سنوات، ارشيف لحقبه خمس سنوات من 2015 إلى 2020. بسبب الحروب أعتقد أنه اليمن كأرض لقت سبوت لايت كافي
ينقل الحرب ومأساة الحرب. كان همي الجانب الآخر اللي أنا كنت جزء من هذا الجانب، أنا كنت من أحد الناس اللي ضلوا في فترة الحرب برا اليمن برا البلد، وكنت بموت في اليوم ألف مرة لأنه ما عرفش أهلي إيش صاير لهم إيش حاصل لهم. لمجرد ما تنقطع خطوط الاتصالات أنا كانت بتحصل لي حالة هلع وحالة هستيريا. فإذا كنت أنا بمر بهذا الشيء، كيف غيري؟ كيف اللي أقوم من ناحية دراسية؟ كيف اللي أقول علاج؟ كيف للناس اللي علقوا ما لقوش مفر أو مرجع؟ كيف هذه الدولة مصر، دولة الدولة الحنونة اللي احتضنت الكل، اللي كانت محطة تنفس للناس اللي مش بس حتى عالقين أو حتى نووا أنهم يبقوا فيها أو يستقروا فيها، هي أيضا كانت نقطة بتخلي الواحد يستعيد نفسه ويلملم نفسه، سواء كان جاي من اليمن ورايح على نقطة ثانية أو جاي من الخارج محبط وراجع مثلا اليمن مرة أخرى. الله يصبر كل مرضوم. هاي 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 أبولي.